اخي هون استهدفنا النظام بالقصف بالصواريخ وبالصواريخ الفيل. امبارح من الساعة 1 الظهر للساعة 2 3 يعني هون احنا كلياتنا مدنية، يعني ما شوفت عينك، يعني ما في لا في هون مقرات ولا في شيء، هون حوش اغنام يعني. وضربنا حوالي 16 صاروخ فيل و12 صاروخ كلور بالغازات السامة، وكلها مدنية يعني. هون ما في مقرات منكوبة، يعني بلد منكوبة هون، يعني ما في، يعني شوفت عينك هون، هلا بتشوف هون كلها مدنية يعني هون، يعني وعندنا يعني حظيرة حيوانات هي كلها أغنام، في شيء 200 راس غنم هون، يعني ما في شيء، يعني إنه النظام مستهدفنا ليل نهار، راجمات صواريخ راجمات، يعني الطيران ما ضربنا صار يضربنا بالفيل ويضربنا بالصواريخ الأرض أرض والسكود واللي يعني ما في، يعني شوفت عينك، أنا شو بده يحكي الواحد.